السلام عليكم، معكم ايا شانل ميمي بيان سور، اللي جاتكم بحصة جديدة واللي هي سون كومبلكس، بدون عقدة، واللي تتناول عدة مواضيع، وهاد المواضيع يكونوا مختلفين بيان سور، ويجونا عدة اشخاص يعني من مختلف البلدان ولا من مختلف الولايات، حيكونوا بيناتنا وبيناتهم اتصالات ودي زانجستريمون اللي يكونوا فيهم ان شاء الله فايده لينا وليكم. اليوم موضوع تاعنا حيكون بعنوان حاسب نفسك، وهذا الموضوع راهي معنا فيه حتشاركنا فيه ضيفة الشرف تاعنا تاع اليوم، واسمها منى. مرحبا بك الاخت منى. اهلا بك، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. واش راك انتي صابه؟ والله غير الحمد لله. اخت منى، انا حابينك اليوم تشاركينا في هذا الموضوع ان شاء الله، ورانا متشرفين بالحضور تاعك. كل شرف لي انا اختي تعيشي. يعني كيما حيكون معنا دوكا، حنتوجهوا ديريكتومون للموضوع. هذا الموضوع يقول حاسب نفسك، وعلاش اش كنتي تشوفي الناس يحاسبوا راهم يحاسبوا في رواحتهم على حساب واش يبان لك؟ كون جو الناس يحاسبوا في رواحتهم ما كانش هذا الضياع كامل، نراه المجتمع كان افضل وكان راقي، و يعني وصلنا لبعيد، ما بقيناش في هذا الانحطاط اللي راه قاعد كل يوم يزيد. فمن واجب كل واحد فينا انه يحاسب نفسه بين فترة واخرى. صح، سي فري، راني معاك في هذه النقطة، ولانه علاش ما نعطوش وقت كيما نعطو وقت باش نلبسو، كيما نعطو وقت باش نخرجو، كيما نعطو وقت باش نضحكو ونلعبو، وعلاش ما نعطوش وقت باش نحاسبو نفسنا، وعلاش ما نعطوش وقت باش نحاولو نسقمو رواحتينا؟ يعني مدى بيا يعني تسمعوا دوك لواحد الموضوع، وهذا الموضوع هو يحتوي على 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 كلمات الشعور، كي واحد كيفاش يقدر يسيطر على نفسه، كيفاش واحد يحاسب نفسه. وهذا الموضوع موضوع الاخت منى اللي حتقراه لنا دوكا، هو حوار صرا بينها وبين نفسها، ونخليكم تسمعوا هذا الحوار. تفضلي الاخت منى بالحوار تاعك. كلما جلست وحدي اكلم نفسي، ومن منا لا يكلمها، أعاتبها مرارا وتكرارا، وأحيانا أعاقبها، فكيف لنفس أمارة بالسوء أن تغلبني، أن تسيرني؟ كيف لها أن تجعلني حبيسة عند أوامرها وأنا المسلمة؟ مللت من كثرة إعادة الكلام لها، ومللت من طريقة تفكيرها الساذجة. أما آن الأوان كي أصارحها، كي أكلمها بصدق وشفافية، فقد كبرت ولم تبق تلك الطفلة الصغيرة. كلما أخطأت سامحتها وغفرت لها ذنبها، حدثتها بداية بلسان مرتجف لا يعرف كيف يبدأ الكلام، وغير متأكد من طريقة تنسيق الحروف، قائلة: يا نفسي اتقي ربك وارحميني، إن كان هدفك دخول جهنم فإن هدفي رضا الرحمن، لذلك أنا لست مجبرة أن ألبي لك كل أوامرك، لا يهمني إن أعلنت التمرد والعصيان لكلماتي، ولا يهمني إن تقبلتها وعملت بها، فإن تمرد واحد عن الآخر فإني أنا المتمردة. هكذا كانت كلماتي نابعة من أعماق قلبي وذاتي. هكذا كانت كلماتي نابعة من أعماق قلبي وذاتي، وسرعان ما زالت الرجفة من لساني وصار يتكلم بنبرة صوت واثقة. تكهرب الجو وغيمت السماء، سماء الطمأنينة، وعم الظلام. أحسست بأن الجو لا يحمل خيرا في أحشائه، وإنما بين يديه جنين يدعى بالسأم. فجأة جاءني كلام متزائل متهكم من حيث لا أدري. تكلمت نفسي بعد أن كتبت حجة وبرهان لتصرفاتها، لأفعالها وأفكارها، دامت كتابته ألف عام، قائلة: صمت يا أيتها الحلوة، صمت يا أيتها النرجسة، كيف لك أن تفكري بتلك الطريقة؟ عيشي يومك كما هو،
ضحكا سعادة مشاكسات، فألوى بل وألف مغامرة لا تبالي لكلام البشر، فالتوبة موعدها قادم لا محالة. لا تقيدي نفسك كمن هم في 60 من العمر. تابعت كلامها وأنا غير مهتمة وغير مقتنعة، أقوم بمصارحتها من جديد أم أصمت تاركة إياها مصدومة بأمر الواقع؟ لو لم أكن أنا لكنت اقتنعت بكلماتها، ولكني أعرف نفسي من قبل يوم ولادتي، فقد كبرنا سويا في أحشاء أمي، كنا نحدث بعضنا بصمت قاتل، لكن يا ترى ما الذي غيرها ومن جعلها تغير معتقداتها؟ أيكمن سر تغيرها في تصرفات البشر أم في مشاكسات القدر؟ علما لله، فكل ما أعلمه هو أنها كانت بريئة لا تستطيع أن تمس نملة بسوء، وأما الآن فهي أستاذة جامعية في هذا المجال. فما أعجبك يا أيتها النفس وما أغربك؟ تتغيرين مع شروق الشمس وغروبها ويبقى القلب كما هو. سألتها وأنا كل أمل أن أحظى بكلمة قبول، ما رأيك أن ندخل في شوار لا متناهي؟ فأجابتني قائلة: حسنا، لكن شرط أن تحاول إقناعي بكلماتك، لأني أراهن بكل حياتي من أنك لن تستطيعي. وهكذا عدت بالكلام قائلة: لا بأس يا أيتها النفس الخبيثة، فقد ألفت كل ألاعيبك. وبكل حيرة أجابتني قائلة: ما هذا الكلام؟ أنا لست ألعبان كما تدعي. فقلت: بلى، أنت كذلك يا أيتها النفس المشاكسة. استشاطت غضبا ونسيت كل حججها وبراهينها، وهنا كانت بداية كسب النساب، وسأكون رابحة لا محالة. فقلت: أخبريني يا نفسي، أخبريني متى موعد التوبة؟ ارتبكت ثم قالت: أنا لا أدري. ومن هنا جاء سؤالي التلقائي من جديد قائلة: إذا ماذا قدمت ليوم الحساب؟ فقالت: لم أبدأ بعد، فكل ما أقوم به هو اللامبالاة. فقلت لها: أحسنت، إن واصلت على هذا المنوال سيكون مصيرك جهنم خالدة فيها، فهل هذا هو هدفك؟ فقالت: لا أبدا، سأتوب قبل الموت. ومن هنا قلت لها: لا يمكنك ضمان الحياة دقيقة أخرى بعد، فكيف لك أن تضمني لها التوبة بعد سنوات طويلة؟ فقالت وهي خائفة: صمتا أرجوك يا منى، لقد أربكتني كثيرا. فقلت: لن أصمت، فمصيرك هو مصيري، وإني أخشى أن تكون نهايتنا جهنم من حميمها نسقى، يذوب جسمنا بل ويصبح رمادا متناثرا في كل مكان، فيكسر الله عظمنا لحما وجلدا جديدا حتى يعود لنا الإحساس بالألم من جديد. فهل تلك هي النهاية التي تريدينها لي؟ عذرا يا نفسي، فإني لا أرضاها، لا أريدها، لا أتمناها. فقالت: قلت لك صمتا، لن أنام الليل اليوم، لقد أخفتني كثيرا وقلبي الآن يرتجف. فقلت لها: لماذا الخوف والارتجاف يا نفسي؟ أم أنك تتصنعين ذاك حتى أصمت لأن الموضوع لا ينال إعجابك؟ فقالت: لا والله، ليس للسبب الذي تصورته يا منى، فإني صرت أخشى عقاب الخالق الرحمن، فكيف لي أن لا أخاف ولا أرتجف وأنا نفس عاصية ولا تطلب الغفران؟ فقلت لها: هل أفهم من كلامك أنك اقتنعت بكل ما قلته لك؟ فقالت: نعم أنا كذلك، لقد أقنعتني كثيرا بل وأكثر من الحد المطلوب. فقلت لها وأنا مطمئنة: حمدا لله. وهكذا نلت مرادي وأقنعت نفسي، وبعدما كانت أمارة بالسوء أصبحت تأمرني بطاعة ربي، وكلما أذنبت عاتبتني، فقد سبق وقالت لي: يا ويلك من الخطأ، فقد أيقظت ضميري النائم، ولكني لوم وعتاب وعقاب بعد كل خطأ. ومن هنا أصبحنا أفضل اثنين أو فصديقين بل وعاشقين حميمين، إذا أخطأت نصحتها وإذا ضعت وجهتني نحو الدرب الصحيح. فهنيئا لي بنفسي التائبة، وهنيئا لكل من صارح نفسه وعاتبها وعاقبها حتى تابت. وهنيئا لك الأخت منى على هذه العبارات الجميلة،
واللي نقولوا نعاود هذه محاسبة بني أدم إلى نفسها، وهي محاسبة حقيقية وليست عباء وليست شعر وليست خرافة. هذه منى اللي راهي حاضرة معنا صح حسبت روحها وصح هدرت مع نفسها، وهي اللي حساته كتباته، وراهي معاكم تحكي لكم كيفاش حتى وين هدرت مع روحها وكيفاش حتى وين كتبت. الأخت منى، كيفاش حتى وين جاتك الفكرة باش تكلمتي مع نفسك وباش هدرتي؟ وش كاين؟ كنت قاعدة يعني كالعادة والمعتاد كما الناس كامل وحدي في الغرفة، وقلت حنا بطبيعتنا بشر دائما نشوفوا للناس اللي غبت ونحكموا لها الخطأ مساحة، ونحاولوا أن نواجهوها وديفوها أن نعاتبوها ونعيطوا عليها وأحيانا نضربوها ونبطوها في شمرة، ولا دائما يعني نتعاملوا أن سلطوا عليها شتى أنواع العقاب وعلاه لأنها غلطت. لكن وعلاه حنايا ما نحاسبوش نفسنا كما نحاسبو الناس، على الناس برك هي تغلط أن ما نغلطوش. لا أنا يعني جا في بالي المثل اللي يقول لك البعير كيشوف حدبته تتقطع رقبته. صح، يعني نتمنى والله يعني كل واحد حيسمع هذا الفيديو، جامغي بيان يدي يعني نظرة إيجابية ومشي نظرة سلبية، لخاطر كيما يقولوا دير الخير ونساه ودير الشر وتفكروا. هكا الأخت منى، ايه هذيك هي الحبيبة. يعني اونيمغي بيان احنا هدرتنا وتعبنا ما يروحش في باطل، حبوا يكونوا ايجابيه بيان سور، وانا حابين نقضيو على النتائج السلبيه. اونيمغي بيان كل واحد يحاسب روحه على كل حاجه دارها، وماشي العيب كي واحد يغلط، العيب كي واحد يغلط وما يستعرفش بالغلطه، يعني ما يتعلمش منها. يعني انا مغي بيان كل واحدة دير عفسها تلفزي روحها، وكل واحد دير عفسها يحاسب روحه، وان شاء الله نتلاقاو في موضوع واحد اخر، وان شاء الله نتلاقاو في موضوع اخر من هكا الاخت منى. ونتمنى لك كل النجاح وتألقات ان شاء الله. ربي وشكرا لحضورك معنا، شرفتينا والله. شكرا. يعني احنا نديمونديو منكم ما تنساوش تحاسبوا رواحكم. كلمة اخيرة الاخت منى. كلمة الاخيرة سبق وقلتيها انتي قبلي، ما تنساوش تحاسبوا رواحتيكم. واللي يحب يشاركنا يلو كان بكلمة، ولا يلو كان يعني بموضوع ما نشرب بدين المواضيع، اللي يحب يشاركنا ولا عنده عفسة كما يقولوا اللهم زدنا علما، يعني اللي عنده ايميدي ولا عنده عفسة يشاركنا بها، وإحنا إن شاء الله نقدر نلبوها. واللي يحب يهدر معنا ولا يحكي لنا حكايته ما كاش مشكل، ولا اللي يحب يتفضل معنا كما تفضلت معنا الأخت منى ويشاركنا بقصة من التاعه ولا بشعر من الشعر التاعه، ولا يعني بحكايات راهم صارين في المجتمع الجزائري ولا في المجتمع العالمي كومبلي، يعني رانا متقبلين وابوابنا راهم مفتوحين له. ونقول لكم مرحبا بكم من قري ما جيتوناش، ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير. تهلاو في روحتكم، ونخلوكم انا واختي منى في رعايه الله وحفظه. امان الله.